بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أدوا الخياطة والمخيطة وإياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة. حضرت عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: دھاگا اور سوئی ادا کر دو اور خیانت سے بچو، اس لیے کہ یہ خیانت قیامت کے دن عار اور ندامت کا باعث ہوگی.